زاد من كده ان كل بلد أوروبية بقى فيها حارة اليهود. كلمة حارة اليهود دي تساوي يعني كل ما شئت من أنواع المكر والخداع. يعني اليهود أيضا لما فرقوهم في أوروبا اتجمعوا كل من استطاع أن يتجمع وكونوا حارات لليهود في كل البلاد، وحاولوا تاني يبقوا يتقربوا لذوي المال والسلطان ويحرضوا ده على ده، لا سيما أن أوروبا كانت تشهد صراعات كبيرة في الوقت ده. إلا أنه هو حصل تطور في عصر الثورة الصناعية الأوروبية، أن بدأت أوروبا تتحول من الزراعة إلى الصناعة، ومن وصارت حركة النقد لها قيمة. دايما الزراعة، الاعتماد على الزراعة بيرتبط معها ان حركة النقد تقل قيمتها، لان الزراعة موسمية وممكن تتم مقايدات. وممكن حتى الى الان في بلاد الريف تلاقي ان النقود بتبقى قليلة جدا، بتظهر موسميا في موسم الحصاد، يوم يبيع المحصول ويحصل على نقود يستخدمها في شراء السلع المعمرة واتمام المشروعات الطويلة المدى من زواج إلى غيره، مع الاحتفاظ بمخزون غذائي وقدر ضئيل من الموارد النقدية المستمر. فمع ظهور الكلام ده وحاجة الناس إلى تبادل النقد، وأوروبا في الوقت ده كان مليئة بقطاع الطريق وغيرها، بدأ اليهود لقولهم وظيفة لعلها أثرت في التاريخ تأثير كبير إلى يومنا هذا، وهي وظيفة البنوك اللي تطورت بعد كده وبقت البنوك. فبدأت العائلات اليهودية تقول للتجار انت هتسافر من بلد أوروبي إلى بلد أوروبي آخر ولا تضمن النقود هتمشي ازاي، تعال سلمها، سلم النقود اللي انت رايح تتاجر بيها للعائلة اليهودية اللي في بلدك وخد منها صك، تروح للعائلة اليهودية في البلد الآخر بموجبه يسلموك النقود ديت. وبالتالي صار هذا بيمثل يعني درجة آمنة في انتقال الأموال قام بها اليهود اعتمادا على أنهم مفرقين في أوروبا. سبحان الله، يعني الرومان فرقوهم كان ده سبب ان هم يسيطروا على حركة النقود، حركة النقد في أوروبا كلها. اليهود عندهم يعني أساليب مكر وخداع وصبر إلى غير ذلك، فبيقوموا بعملية نقل الأموال. هيقولوا للتاجر هات الأموال هنا وإحنا هننقلها للعائلة اليهودية الأخرى اللي في البلد الآخر، بس نجيبها بدري عشان نلحق ننقلها. هم كانوا بيستخدموا الحيلة والمكر، وانه معروف ان هم معهمش اموال، ما بيبقوش مطمع للصوص الى غير ذلك. والامر نما الى ان تحول الى انهم دخلوا الربا في اوروبا. اوروبا كان موقفها من الربا رافض تماما للربا. ليه؟ لان احنا قلنا اوروبا اصلا ثقافتها هي ثقافة فلاسفة اليونان والرومان. هؤلاء الفلاسفة ناس فكروا بعقولهم فأصابوا مرة وأخطأوا مرات، ولكن مما أصابوا فيه، لأنه يعني واضح جدا مما أصابوا فيه، أنهم قالوا النقد لا يلد النقد، وإن ما ينفعش نقد ينمو بذاته كده، تسيبه اللي هو الربا. كان موقف فلاسفة اليونان والرومان من قضية الربا موقف في غاية العنف، وكانوا يرون ان هذا يضر بالاقتصاد. وبعدين لما اوروبا دخلت في النصرانية، قلنا النصرانية بتعتقد بالتوراة على ما ورثوها من عند اليهود بما بعجرها وبجرها كما يقولون، في ما فيها من حق وما فيها من تحريف، وبالأناجيل. للتشريع كله في التوراة، تشريع التوراة يعني بقي بحمد الله تعالى إلى يومنا هذا
مع كل التحريف ده بقي في تحريم الربا. فكان موقف أوروبا في تحريم الربا موقف يعني معضد، إنها لها مرحلتين في التشريع. لما أخذت التشريع اليوناني الروماني ثم التشريع النصراني كان الاثنين بيؤكدوا حرمة الربا، لكن اليهود اشتغلوا الأول في موضوع نقل الأموال وبعد كده حولوا الموضوع الربا، بمعنى يقول للتاجر بدل ما تجيب فلوسك قبل موعد التي تريدها فيه بفترة وجيزة لا تكفي إلا لمجرد نقلها كده هتاخدها زي ما هي، لا لو جبتها بدري تاخدها بالزيادة. وأيضا كان بداية إدخال اليهود للربا في أوروبا إدخاله تحت غطاء عملية أخرى، بمعنى ما دخلش الربا اللي هو هات ألف وخد ألف ومئة، قال له أنت محتاج الألف وديها لك هناك ألف، هاتها بدري وخدها ألف ومئة. ومعروف طبعا اليهود قعدوا يعمقوا قضية الربا لغاية ما بقى أصل، وتوحشوا جدا. وفي رواية لشكسبير اسمها تاجر البندقية، والرواية دي يعني اليهود إلى الآن واخدين منها موقف عنيف جدا، لكن الإنجليز ما يقدروش يتنازلوا ولو من باب مجاملة اليهود عن رمز كبير عندهم زي شكسبير. للأسف الأوروبيين قوميتهم خلت عندهم قدر كبير من الوفاء لرموزهم. أيضا من نافلة القول أن نشير إلى أن للأسف يعاني كثير من المسلمين بنوع من أنواع الجحود للرموز. يعني ما لعل من أوضح الأمثلة على ذلك الشيعة، من الأمثلة على ذلك موقف أهل مصر من عمرو بن العاص رضي الله عنه. ده تعالى جوه الصحوة الإسلامية الآن وحتجد أقوام يسقطوا شخصيات لها بصمات عظيمة جدا في تاريخ الإسلام في العلم أو في الجهاد لخطأ في اجتهاد. الآن في ظل كل النكبات ديت الناس ما بتلاقيش متنفس إلا أنها تستلهم روح التاريخ. يقول لك يعني إن كان إحنا الآن في مرحلة تراجع أمام العدوان الصليبي، لكن كان في نصر قريب موجود وممكن يرجع تاني. كان في صلاح الدين وقطز وبيبرس، فيطلع ناس يقول لك ده كل دول يعني مبتدع ضالون مضلون. وهذا لا نقل بعصمة أحد، وإن كله إلا أنه ينبغي أن يوضع كل شيء في نصابه. الحاصل أن الإنجليز ما وصلش كرمهم مع اليهود أنهم يتنزلهم عن شكسبير أو أنه يتركوا لهم شكسبير يعني يسقطوه تاريخيا. شكسبير عايز يصور اليهود قد إيه عرفوا يسيطروا على الناس بالربا، فجايب قصة تاجر ناجح جدا في مدينة البندقية ان في واحد يهودي صمم ان هو يعني يسيطر عليه، وفي الاخر يعني بحيل كتيرة جروا انه يقترب منه بالربا. وبعدين عشان هو عايز يبين يعني المرابي في الاخر عبارة عن ايه، هو اديب ولا له تعبيره. فاليهودي طلب ان يكون اذا عجز عن الوفاء انه ياخد قطعة من لحمه. يبقى فهو دي في النهاية الرمز اللي في القصة ان المرابي بياكل لحم الناس احياء. والقصة بقى كلها فيها الحيل ازاي وقعوا في الربا، وازاي وقعوا في الربا اضعاف مضاعفة، وخلى المرة تجر الأخرى لغاية ازاي أجبره يوقع على انه لو عجز هياخد
كيلو جرام او لا اذكر يعني من لحمه وهو حي. وفي الفعل عجز التاجر وانعقدت المحكمة، ويعني حكمت المحكمة في النهاية بناء على الشريعة الأوروبية برضه، يعني ان العقد شريعة المتعاقدين. طبعا ده عقد باطل لو لو كان يعني. وجاء الامر ان خلاص لابد. محامي هذا التاجر او المحامية على ما الرواية بتقول يعني اهتدى الى ثغرة يسقط بها الحكم، لهم العقد بيقول ياخد لحم من غير دم، لو يعرف ياخده من غير دم ياخد. المهم يعني ده برضو ان الاديب لازم في الاخر يحل المشكلة عشان القارئ ما يصدمش، لكن هو وصل الايه الفكرة اللي هو عايزها، ازاي اليهود سيطروا على اوروبا، ازاي سيطروا على كبار التجار في اوروبا، ازاي ان الربا في النهاية هو نوع من مص دماء الناس ونهش لحومهم احياء. فكان ده الوضع. يبقى تعمق البغض لليهود، ولكن في نفس الوقت انقلب ده لسيطرة على الاقتصاد قائمة إلى يومنا هذا، يعني إلى الآن واليهود لهم سيطرة كبيرة، لأن هي دي بداية البنوك، وما زال معظم البنوك الكبرى يتحكم فيها اليهود، ما زال معظم مسألة السيطرة على الأشخاص البارزين سياسيا أو اقتصاديا أتقنوها كما في قصة تاجر البندقية أو غيرها، وحصل نوع من التطور. التطور ده واكب بعد الثورة الصناعية والعلمانية.